واحد بيقول هل تم الفداء بعد موت المسيح له المجد كما قال الكتاب بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، أم تم الفداء بعد القيامة؟ بمعنى هل قيامة السيد المسيح من بين الأموات لها دور في عملية الفداء؟ وهل كان ممكن أن يتم الفداء لو لم يقم المسيح؟ ما نخلطش بين الأمور وبعضها. الفداء تم تماما بصلب المسيح، الفداء تم تماما بصلب المسيح، بدليل أنه بصلبه أمكن أن يخرج النفوس الراقدة على رجاء ويدخلها إلى الفردوس في نفس يوم صلبه، في نفس يوم الصلب، بدليل أنه قال للص اليوم تكون معي في الفردوس. فما كانش ممكن أبدا أن إنسان يكون في الفردوس إلا لو كان الفداء قد تم. أما قيامة المسيح فهدفها الانتصار على الموت وإثبات لاهوت المسيح أن الموت لا قوة له عليه. دي مش خاصة بالفداء، دي خاصة بغرض آخر، الانتصار على الموت، إثبات لاهوت المسيح أن الموت لا سلطان له عليه، وإثبات لكلمته التي قالها أن لي نفس أضعها من ذاتي، ليس لأحد سلطان أن يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. ما تخلطش الأمور ببعض. يقول هل يمكن أن يتم الفداء لو لم يقم المسيح؟ وطبعا الفداء لا يتم إلا بلاهوت المسيح، القيامة دليل على لاهوته، لكن مش هي ثمن الخطية. ثمن الخطية هو الدم الذي سفك يوم الصلاة يوم الجمعة.